اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، صباح الورد، كل عام وانتم بخير. في التغطية النهاردة هنتحدث عن انه من فترة كده في السلطات في المملكة العربية السعودية بتحاول إعادة ضبط أوضاع سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وده عن طريق قرارات إما بتساعد على توطين العمالة السعودية بدل العمالة الأجنبية، أو عن طريق فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة. هنكلمكم أكتر عن التفاصيل. أنا هايدي يسري، أهلا بيكم. قرار جديد بدأت السعودية بتطبقه، وده كان بخصوص العمالة المنزلية الوافدة ليها. القرار ده وضع حد أقصى لعدد العمالة المنزلية المسموح به للأفراد السعوديين وكمان المقيمين. بالنسبة بقى للسعوديين، فالحد الأقصى المسموح به طبعا هو 4 أفراد في الأعمال المنزلية، أما المقيمين فمسموح لهم بعاملين 2 بس. وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وضحت كمان أنه في حالة عدم الانصياع لهذه القرارات أو تجاوز عدد العمال المنزليين عن الحدود المسموح بها، فكل عامل منزلي زيادة مطالب بدفع مقابل مادي بيصل ل 9600 ريال سنويا. أيوة الرقم اللي سمعتوه ده بالظبط. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمان في المملكة العربية السعودية قالت انه في حالات ممكن نعتبرها انها حالات مستثناة طبعا، مش هتبقى حالة واحدة من القرار الجديد ده، وهي طبعا الحالات الانسانية بالطبع اللي بتتطلب اكتر من الحد المسموح به في العمالة المنزلية، زي طبعا حالات الرعاية الطبية، حالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا هيتم بناء على ضوابط وشروط هتحددها في الوقت ده لجنة مختصة. كمان مشاهدينا الكرام، وزارة الموارد البشرية كشفت برضو عن تفاصيل تطبيق القرار الجديد ده، ووضحت انه هيتم على مرحلتين اتنين. المرحلة الاولى واللي بدأ العمل فيها او بها فعليا وفي الوقت الحالي هتتنفذ فقط في حالة استقدام عمالة منزلية جديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي الفرد و2 للمقيم. أما بقى المرحلة الثانية فميعاد تطبيقها هيكون في مايو أيار عام 2023، وهيتم تنفيذها على العمالة المنزلية الجديدة والحالية اللي بتزيد على 4 للسعودي و2 للمقيم. بتعتبر السعودية الوجهة المفضلة للعمالة المصرية في الخليج، عشان بيوصل عدد المصريين في السعودية نحو 2,009,000 شخص بنسبة بتصل ل 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية. لكن في السنوات الأخيرة بتحاول المملكة العربية السعودية زيادة عدد السعوديين العاملين في الوظائف المختلفة اللي بيقال عليها السعودة يا مشاهدينا الكرام، وده كان طبعا في القطاع العام والخاص كمان تحت مسمى توطين الوظائف، وده من المتوقع انه يؤثر على العمالة العربية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام الموجودة في المملكة العربية السعودية، واللي بيوصل عددهم لحد 14 مليون مقيم، ومنهم طبعا المصريين. من المتوقع كمان ان قرارات التوطين دي هتوفر 20,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات في السعودية، وده طبعا بيتناسب مع خطط المملكة العربية السعودية في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وفي توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل بشكل عام. الجدير بالذكر هنا ان المملكة العربية السعودية كانت قد اعلنت مع بداية العام الحالي عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لاربع قطاعات مهمة للغاية في سوق العمل، وهي مهن انشطة التخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات والمهن الفنية الهندسية وكمان المهن القانونية. ومع جائحة كورونا قررت وقتها المملكة العربية السعودية انها توسع دائرة التوطين لمهن أكثر منها تطبيقات نقل الركاب، مهنة النقل الجوي، العاملين في المولات التجارية والوظائف التعليمية كمان في المدارس الأهلية والعالمية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي ومهن خدمة العملاء عن بعد وغيرها كتير قوي من الوظائف. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، نحن دائما معكم، فكونوا معنا وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. في أمان الله.